أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي. القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة يقدم فحصا بتقنية البي سي آر سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة. تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام. يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.